حتى ترامب وبتؤكد انه فشل في اتمام مهامه. كيف ترى الشأن الامريكي يا فندم، وما هي علاقة ترامب حتى الظاهرية امام العالم مع اغلب المنظمات والمؤسسات الناشطة هناك في الولايات المتحدة الامريكية؟ هو طبعا منذ بداية حملة الرئيس ترامب هو شخص غريب الاطوار، يعني هو بالفعل هو شخص صدامي مع الجميع، سواء كنا نتحدث صدامي مع الداخل او مع الخارج. حتى يعني انظري كانت الكلمات القاسية التي كان بيوجهها إلى أنجيلا ميركل وإلى بعض الرؤساء في دول العالم الآخر بشأن قضية اللاجئين أو بشأن قضايا عدة. لكن أنت تحدثت الآن عن مسألة تعديل للدستور لإزاحة ترامب، والدستور يعني بالفعل هناك مادة تجيز عزل الرئيس، لكن هي الإجراءات صعبة، يعني قد يكون قاس عضو مجلس الشيوخ بالفعل تسهيل اجراءات ازاحه الرئيس، لكن بالفعل لان هناك اتخذ اكثر من مره، يعني ثلاث مرات محاولات من الكونجرس لعزل رؤساء ولكن اخطفوا في الحصول على الاغلبيه، لان عزل الرئيس يتطلب اغلبيه ثلثي اعضاء مجلس النواب وثلثي اعضاء مجلس الشيوخ، وهذا ما لم يتحقق منذ تأسيس الولايات المتحدة حتى يومنا هذا، برغم من أن يعني أجبر الرئيس ريتشارد نيكسون على تقديم استقالته، ولكن هو الذي تقدم طوعية بتقديم استقالته بعدما يعني تيقن أن الكونجرس يعني قد يحصل على الأغلبية لعزله. فبالتالي أعتقد أن يعني هذا هو المقصد. لكن الرئيس ترامب حتى الآن يعني حزبه بيتمتع بأغلبية داخل مجلس النواب ومجلس الشيوخ، فبالتالي الحصول على ثلثي أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ لعزل الرئيس هذا أمر يعني يكتنفه كثير من الصعوبات. طيب البند الرابع يا فندم في التعديل الدستوري هناك بيسمح انه لنائب الرئيس ومسؤولي الحكومه ان هم يكتبوا خطاب الى الكونجرس يتكلموا فيه على انه الرئيس غير قادر على اداء مهامه، وحضرتك يمكن زي ما ذكرت كده انه الرئيس ترامب منذ توليه سده الحكم في الولايات المتحده الامريكيه وهو يقوم باعمال غريبه الى حد كبير بعيده او غير مالوفه بالنسبه حتى لقواعد السياسه ولعبه السياسه والاتيكيت وامور اخرى يعني كثيرة. فكرة على طول كل خاطر بيكتبه على تويتر، بيهاجم طول الوقت، بيهاجم الصحافة هناك في أمريكا ووسائل الإعلام، كلما كتب أحد كلمة فيها يعني نقد ليه أو سلبية ليه بيتهمه أنه جبان أو أنه مش عايز الديمقراطية ولا يريد السلامة للولايات المتحدة الأمريكية. هل ترى أنه ده تصعيد يا فندم دلوقتي في الموقف الليبرال بعض عدائي تجاه أو ما بين الرئيس ترامب وحتى أبناء الشعب الأمريكي بصفة عامة؟ علينا أن نميز بين مادتين في الدستور، المادة الخاصة بأن الرئيس غير قادر على القيام بمهامه نتيجة لعجز أو نتيجة لاضطراب أو نتيجة لخلل وكل هذه الأمور، وهذا أمر أيضا من سلطة ده بموجب التعديل 25 للدستور الأمريكي. الدستور الأمريكي عدل أكثر من 40 مرة، فبالتالي بموجب التعديل 25 يعني يمكن هذا، لكن لا يوجد أيضا يعني دلائل أو أسانيد قوية تؤكد أن الرئيس غير قادر على القيام بمهامه. لكن القضية الأخرى هو هناك أيضا تعديل أيضا أجري لعزل الرئيس لارتكابه جرائم، هذه الجرائم يعني حتى يعني البعض يعني الجرائم نصت في الدستور هي جريمة الخيانة وجريمة الفساد وجرائم كبرى أخرى. هذه الجرائم الكبرى الأخرى أو جنح الكبرى الأخرى التي يعني الدستور ترك الباب مفتوحا لتكييف الكونجرس منها يعني استغلال السلطة أو سوء التصرف أو كل هذه الأمور، يعني على غرار أن نعطي مثال لمثل هذه الجرائم الأخرى التي لم ينص عليها الدستور حصرا لكن ترك الباب مفتوحا، هو بالفعل مثلا على سبيل المثال حينما وجه اتهام إلى الرئيس أندرو جونسون عام 1868 لأنه قام بعزل وزير الدفاع دون الحصول على موافقة الكونغرس، وهو ما يمثل إخلالا بقانون مباشرة مهام الرئاسة الذي ينص على أن يعني الكونغرس هو الذي يعين وهو الذي يعزل، فبالتالي يعني قدم للمحاكمة وحصل على موافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب
لكن حينما طرح الاتهام ايضا او احيل الاتهام الى مجلس الشيوخ يعني اخفق في الحصول على اغلبيه الثلثين، فبالتالي اعتقد ان الاقرب هو فكره اذا كان هناك اتهامات للرئيس وهناك اتهامات كثيره بتوجه له بانه بالفعل كان هناك يعني تعاون مع الروس في اختراق شبكه المعلومات او كل هذه الامور للمرشحه هيلاري كلينتون او كل او حصل على دعم ما حتى وان كان دعم معلوماتي من الروس، هذا ما كان يوجه وكان محل تحقيق، لكن هذا التحقيق لم ينتهي بعد، فبالتالي لدينا اجراءين يمكن ان يتخذهم الكونغرس. الاجراء الاول هو فكره عدم قدرة الرئيس على القيام بمهام منصبه، والاتهام الآخر ارتكاب جرائم قدرة. بشكرك جزيل الشكر دكتور جمال سلامة عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس. آخر